طيب امبارح مباراة الزمالك وأسوان كان في لاعب كبير ولاعب مميز هو محمد جدو مهاجم الفريق اللي سجل 11 هدف وصنع 6 أهداف الموسم ده. جدو صباح الخير، مشرف ومنور وهارد لك. مباراة امبارح عملت مباراة كبيرة جدا قدام الزمالك. ربنا يخليك يا استاذ كريم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. المباراة امبارح كانت مباراة مميزة من أسوان، ولولا سوء التوفيق في ضربتين الجزاء كنتوا زمانكم دلوقتي موجودين في نهائي كأس مصر. لا هو طبعا الحمد لله على النتيجة، وطبعا لو كان في توفيق كان الحمد لله كنا زماننا صاعدين للنهائي، بس طبعا ده سوء توفيق ان احنا جبنا ركلتين جزاء ورا بعض والاثنين يضيعوا بنفس الطريقة. صحيح. فطبعا وكل الشكر طبعا للجهاز الفني واللعيبه اللي كانوا على قد المسؤوليه وعملوا مباراه محترمه لنادي اسوان وجماهير نادي اسوان. امبارح انتوا فاجئتوا الناس كلها بمباراه هجوميه قدام نادي الزمالك، يعني قدرتوا توصلوا لمرمى نادي الزمالك اكتر من مره، قدرتوا تشتغلوا قدام نادي الزمالك اكتر من مره. ايه اللي شفتوه من نادي الزمالك امبارح خلاكم مثلا، اقولها لك بلفظ احسن، اغراكم انكم تروحوا للجون؟ انت لما تلعب الزمالك او الاهلي بتفضل واقف في دفاعك، ايه اللي خلاك امبارح رايح على جون الزمالك اكتر من مره؟ طبعا احنا اول ما جينا المعسكر من اول يوم الكابتن بيجو كان محفظنا طريقه لعب نادي الزمالك ازاي، وازاي احنا لما كره تبقى معانا نتحول ازاي للطريقه الهجوميه. وطبعا اللعيبه معانا على اعلى مستوى كلهم كانوا مركزين، والحمد لله ان احنا عملنا اداء محترم قدام نادي كبير زي نادي الزمالك بطل الدوري السنه اللي فاتت والسنه دي اول الدوري، طبعا ليه كل الاحترام والحمد لله على اداء جميع اللعيبه. يعني عظمه جدا. طيب انت دلوقتي صعدت للدوري الممتاز مره اخرى مع اسوان، واسوان من الفرق اللي احنا نحب نشوفها دايما في الدوري الممتاز، عملتوا انجاز عظيم في دوري الدرجه الثانيه. احكي لي كده الصعوبات اللي واجهتكم في هذه البطوله بالتاكيد على مدار شهور. احنا طبعا احنا من اول يوم جينا في النادي مع والجهاز الفني لما قعد مع اللعيبه كلمنا ان احنا طبعا جايين هدف واحد، هدف ان احنا ان شاء الله نصعد دوري ممتاز، ويبقى وان شاء الله كمان يبقى الصعود يبقى انجاز للعيبه، لان دي اول مره النادي ينزل لو يصعد بعدها على طول. صح. وطبعا ان احنا نصعد قبلها كمان باربع او خمس جولات دي حاجه تحسب للعيبه والجهاز الفني طبعا قبل اي حاجه. وده كان تركيزنا وكان هدفنا الحمد لله من اول يوم. انت مستمر مع الفريق؟ عقدك مستمر مع الفريق ولا لسه العقد خلص؟ لا انا عقدي لسه سنه كمان ان شاء الله. مكمل مع اسوان؟ ان شاء الله باذن الله. ولا ناوي تسيبهم لما طلعت ممتاز؟ لا طبعا ده نادي اللي فضل عليا طبعا ما ينفعش. كابتن محمد جدو مهاجم فريق اسوان، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. شفنا امبارح فريق محترم جدا، شفنا فريق من الفرق المحترمه جدا، شكله هيبقى ليه شكل عظيم في الدوري الموسم اللي جاي. طيب.